Sí, tú tienes mi camino de escuela. ¿Cuánto tiempo te ha tocado? الاسكال دي عبارة عن جروب من البونز نوعهم كلهم فلات بون، خدت بتفرجش عن البون؟ الطيب سبابون فلات بون ولونج بون وشورت بون، البون اللي في الاسكال اغلبها فلات بون، لانها مجموعة بون كتير. هل الاسكال بتتحرك يعني بتتحرك مع بعضها؟ يعني بون مع بعض بس مفيش حركة فايبرز يعني فيها جوين. ايوه فايبرز جوين، نوع الجوين فايبرز جوين. شايف ايه الفايبرز جوين ده؟ دي مثلا بون، ادي بون وادي جنبها بون، عايزين نعمل كونكشن بينهم. بتعمل زي السوتشر زي الخياطه بالظبط، مش ده الخيط، السوتشر خلاص عشان يمنع الحركه بيسموه سوتشر لاين او سوتشر. خلاص السوتشر ده نو موفمنت اكسبت ات ديليفري، وقت الولاده. وقت الولاده بيحصل اوفر رايدنج لحد ما اوفر رايدنج عشان يقدر الهيد اوف بيبي تعدي من الايه؟ بيرفكت كده مكانها فين؟ الحكمه ده في ايه؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الاسكال هي بون واحده بس؟ حاجه على بعضها كده عشان خاطر تكبر يعني من عمليه الجروث بتاعها يبقى اسهل، والحاجه الثانيه عشان خاطر اخوات الولاد الهيد يبقى اخطر حاجه قويه فلازم تعدي من بيرفكت كمان ضيقه، فبيحصل ايه؟ اوفر رايدنج للبون اخبار تقفل كده تمام. شوف بقى لما بص على السكالا بص عليها من ستة فيو، بص على السكالا من ستة فيو. لما بص على السكالا من فوق بنسميها نورما، الفيو بتاعنا في السكالا اسمه نورما، بس من فوق كده نورما فيرتيكاليس عمود، من الخلف نورما اوكسيبيتاليس، ده من الامام فرونتاليس، على البوث سايدز لاتراليس. طب لما بص عليها من تحت بيزاليس، بيزاليس. طيب في بقى نورما ثانيه تاخدها في ثالثه ان شاء الله اسمها نورما بيزاس انترنا او كريم كابيتال، هي من جوه بس اسكال من جوه بس تبقى بطلب منكم فايف نورمال هم فيرتيكاليس اوكسيبيتاليس فرونتاليس لاتراليس وايه؟ بيزاليس. كل دول من دول فيهم شويه فيتشرز مهمه اهمهم طبعا اطلاق البيزاليس واصعبهم فهنعدي بسرعه عليهم كده. اول نورما اللي هي اسمها نورما فيرتيكالز هي عباره عن مجموعه من البون، من قدام في فرونتال بون، ورا اوكسيبيتال بون، وعلى البون بينهم على البوث سايد برايتال بون، فرونتال بون اوكسيبيتال بون برايتال بون. ما بين الفرونتال بون والتو برايتال بون في سوتشر اسمه ايه؟ كرونال. ليه سميناه كرونال؟ لان هو عامل زي التاج، تاج تاج حط كده فهو ده مكان التاج بس ده اسمه كرونال سوتشر. ما بين التوبرايتال والاوكسيبيتال في سوشر تاني اسمه لامدوي سوشر. ليه سموه لامدوي؟ اللي هو شبه حرف لامدا، حرف لامدا باللاتيني اللي هو عامل كده. في حرف اسمه لامدا باللاتيني هو انا خدتها في الفيزياء والفيزيكس والكلام ده. كلمه حرف اهو حرف لامدا اهو. فده اسمه لامدوي سوشر. ما بين التوبرايتال بون في سوشر اسمه سيجيتال سوتشر اللي هو عن سيجيتال بلين عن خط وسط الجسم بالظبط. يبقى عندي كورونا سوتشر لامدويل سوتشر سيجيتال سوتشر. عند التقاء السوتشرز مع بعض في اشاره او دوار شارعين مع بعض، ففي هنا سوتشر اسمه كورونا وده سيجيتال بينهم البوينت اوف ميتنج دي اسمها البريجما. يبقى البريجما اللي هي التقاء ايه؟ الكورونا سوتشر مع سيجيتال سوتشر، واختها الثانيه التقاء اللامدويد مع سيجيتال اسمه ايه؟ لامدا. يبقى هنا في بريجما وهنا في لامدا. والبريجما واللامدا دول اصلهم او كانوا قبل كده في البيبيز لحد سنتين ممبرين مكان فاضي في السكال اسمه فونتانيل. فده اسمه انتيريور فونتانيل في البيبي لحد سنتين وده بوستيريور فونتانيل. لو كده عندك اي ابن اخ وابن اخت او اخ صغير لسه يعني ثلاث اربع شهور حط ايدك هنا تلاقي في المكان ده في ديفكت ما فيهوش بول ما تتخضش. لا ولا انت عارف بقى عشان لو حد سالك
لان طبيعي ان هو ده في الاطفال ومع كوب مع سنه بيكبر بتقفل خالص من سن سنتين بتقفل خالص اللي هي ايه البريجما اللي اسمها انتير فونتيرين واللمبه والسيلو فونتيرين يذكر مره احد الاطفال طاح من راسه ففي هنا نفس الكلام اللي قلته طلع من الجنب ما في عظم هنا صار بس مع الوقت على طول رجع لا هو والله اسم الله رمضان السوشيوس اشوف دلوقتي المنظر ده شوف المنظر ده كده قصدك بقى على المنطقه السوشيوس مع بعضها المكان بقى المكان نتيجه الايه لسه البيبي وسكال مش ويل ديفلوب فيحصل السوشيوس فتحت شويه وبتبدا تاني ده بقى المنظر ده بدون علاج بدون شيء يا اخي في المدرسه هنجبس بس النورما الثانيه اللي اسمها نورما اوكسيبيتاليز من الخلف الاوكسيبيتاليز عباره عن ايه؟ التو بون دول تو فيتامين وتحت هنا جزء من الاوكسيبيتال بون اسمه سكويموس بارت اوكسيبيتال بون سكويموس بارت كبيره اجزاء كثيره من ضمنهم جزء اسمه سكويموس بارت اوكسيبيتال بون وعلى البوث سايدز على الناحيتين البروسيس اللي ورا الاذن على طول في بروسيس كلنا عندنا بروسيس ده ولا الود اسمه ايه؟ ماستويد بروسيس اسمه ماستويد بروسيس او من ادق بقى ماستويد بارت اوف تمبرال بون ده جزء من تمبرال بون اسمه ماستويد بروسيس يبقى اللي البون اللي بيتكون النورمال اوكسيبيتاليز التو برايتال بون سوي ماستار اوكسيبيتال بون والتو ماستويد بارت اوف تمبرال بون الموست امبورتنت فيتشرز هنا اللي هو ده مثلث مثلث اسمه external occipital protuberance اللي احنا قلناها امبارح او قلناها في محاضره الاسكال ادي مثلث بارز اسمه external occipital protuberance ليه سميناه external اللي هو خارجي لان ليه اخ تاني من جوه اسمه internal جوه الاسكال external occipital occipital protuberance اللي هو جروز بيطلع منه من عند الانجل من عند الايه ايبكس بتاع الترينجل ده كريست لاين بارز بسميته اكسترنال اوكسيبيتال كريست ومن عند التو انجلز يمين وشمال لاين برضه بارز شويه اسمه ايه سوبيريور نيوكال لاين يبقى ادي الثلاثه انجلز من عند الايبكس طلع اكسترنال اوكسيبيتال كريست وعند البوث سايدز هنا سوبيريور نيوكال لاين في واحد اسمه انفيريور بيطلع من الميدل بارت of external occipital crest اسمه inferior nuchal line بقى في عندي inferior nuchal line inferior nuchal line external occipital protuberance و external occipital crest في بعض الاحيان بيبان line تاني رفيع كده فوق الايه ال superior بسميه بقى الاعلى highest nuchal line في عندي superior و inferior اساسيين عند كل السكالز كل human في بعض الناس بيبقى عندهم السكال برومنت شويه الفيتشرز فيها برومنت فلاقي ان في باين فيها دي الهايست نيوكل لما ارجع بقى على الصوره كده ادي ده اسمه اكسترنال اوكسيبيتال بوتيوبرز بيطلع منه اكسترنال اوكسيبيتال كريست من عند الاك من عند الايبكس من عند تو انجلز الهايست السوبيريور نيوكل لاين من عند الميدل اوف ذا كريست الانفيريور نيوكل لاين واضح؟ لا النورما الثالثه هي اسمها نورما فرونتاليس نورما فرونتاليس عباره عن ايه فوق بون فرونتال بون تسمي باسمها النورما انها اكبر بون واضحه وعندنا هنا تو نيزل بون التو بونز دول المجزله والتو بونز دول زيجوماتيك يبقى عندي من فوق فرونتال بون التو نيزل بون زيجومات مجزله بون وزيجوماتيك وعندي هنا في فورمن تحت اهو فورمن تحت الاوربت الاوبن دي اسمها الاوربت الفتحه الاي والاوبن دي اسمها النيزل اوبننج تحت الاوربت في فورمن بسميه ايه؟ انفرا اوربيتال فورمن ففوق الاوربت في فورمن او نوتش يعني بعض الاحيان بيبقى شكله عامل كده نوتش وبعض الاحيان بيتقفل يعني مقفول بقى فورمن بسميه ده سوبرا اوربيتال فورمن او سوبرا اوربيتال نوتش حسب شكله كده بقى نوتش لو اتقفل يبقى فرم احنا عندنا خدنا منين بس سوبرا ده بيعدي منين
سوبر مثلا في ارتري بيعدي المكان ده. وخدته مره واخدنا فينا على الفيس قلنا ان في حاجه اسمها الانفرا اورا بيطلع من هنا. تمام؟ انا عندي كده ان هم فرونتاليز فرونتال بون تو نيزال بون تو ماكسيلاري بون تو زي المواتيك بون. وعندي بقى تو ايه؟ تو انفرا اورا فورمن والسوبر اورا نوتش اوفر. النورمة الثالثه النورمة الثالثه اللي هي الرابعه بقى اللاترالز. اللاترالز دي باين فيها اربعه بون يعني ارتكيشن مع بعض. البون دي جزء من مين؟ البرايفال بون. واللي قدام دي فرونتال بون. طب واللي تحت ليه اللي لونه الاخضر ده؟ تمبرال. بس ادق بقى سكويمس بارت اوف تمبرال. ما دي اسمها ماستويد بارت دي اسمها سكويمس بارت. تمام؟ طب الجزء الرابع ده الحته دي سفينولا. حاجه اسمها سفينولا بون. سفينولا بون دي حضرتك عامله زي ايه؟ فراشه. زي الفراشه. ادي الفراشه ليها بودي سفينولا بون وليها تو وينجز. اثنين جريتر وينج وينج كبير واثنين ليسر وينج. وبعدين عندها ايه؟ تو بروسيس حاجه اسمها تريجويد بروسيس. طبعا دي مقلوبه. مش مقلوبه. انت متخيل ان جبت السفينولا بون طلعتها من السكال لوحدها حطيتها كده وبتاع. بقى في عندي قدام ده بودي سفينويد ده جريتر وينج ليسر وينج وده انا بص من ورا ودي اسمها التريجوي بروسيس ده الرجول بتاع دي. طبعا دي محلقة سكشن كده رول. يعني بس المنظر يعني بادي موجود في النص. مش عندنا في موتور مصر اسمه تريجوي مصر؟ ايوه ايوه بس جايين من هنا. ايوه اتسموا ليه؟ عشان واحده فيهم جايه من هنا والثانيه جايه من هنا. مش مشكله بقى جايه منين يعني. بس انا اعرف بس في واحده جايه من الميديا سايد واترا سايد. فالميديا سميناها ميديا تريجويد والواتر سميناها تريجويد. جت مثلا جت الاسم من هنا بقى من تريجويد بروسيس. نعم تخيل كده. بص ادي 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 السكال اهي السفينويد بون هنا. انا بالظبط خدت السفينويد بون عملت فيها برونسيشن وبصيت لورا. يعني سكال تن سكال 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 شايف سكال. انا خدت سكشن كده في سكال فلتر سكال بقى باين عندي مين؟ التريجويد السفينويد بون. بصيت لورا السفينويد بون ليها زي ما قلت اجزاء بادي السفينويد بيتا وينج من تحت باين من تحت لسه لا يبان من جوه بس باين من الداخل السكال. يعني كده نشوف بس مع الجنب كده لا كان مش شايف فيها بس كده. لا لا بس لو اللي شفته هذه اللاتر ترجويد هذه الميديا ترجويد باللاتر ترجويد الجريتر وين والليسر تري في دايمنشن فيت بيها الاقي الجريتر وينج بقى ناحيه بره. الجريتر وينج ده لما اجي الف كده ده الجريتر وينج ناحيه بره. يعني هو اللي بنشوفه الاترانس. ايوه الجريتر وينج. تخيلت. بص خليك معايا كده شايف منظر ده كده الجريتر وينج وات الهيد. لما اجي الف اللاترال سايد مين اللي باين دلوقتي من السفينويد بون؟ السفينويد جريتر وينج اللي هي باينه دي اللي هي دي. تمام؟ انا خدت السكشن ازاي بقى؟ خدته كده وبصيت من الخلف. تمام؟ يبقى انا عندي كده كام بون؟ برايتال بون فرونتال بون سكويمس بارت اوف تمبرال بون جريتر وينج وسفينويد اتقابلوا مع بعض في شكل ايه؟ اتش شيب. اسمه اتش شيب بقى ده تيريون. تيريون البي سايد تيريون. خلاص التيريون ده مهم جدا سيرجيكال. ليه مهم جدا سيرجيكال؟ بالنيرف سيرجيكال. ليه بقى؟ لان في بعض الاحيان بيحصل تروما للهيد. يقول لك ايه ده حصل له تروما وعنده نزيف فوق المخ او اكسترا ديور هيموريدج بره الديورا او سب ديور هيموريدج. المنطقه دي بالذات او عند التيريون من جوه الاسكال في ارتري عامل لنفسه طريق جوه الاسكال اسمه الميدل منينجال ارتري. ميدل منينجال ارتري يعني الاسكال هون اهي وخلي الاسكال هون اللي هي عند التيريون من جوه. في ارتري عامل لنفسه جروف بيمشي جوه الارتري اسمه ميدل منينجال ارتري. يعني بيحصل تروما في المنطقة ديت وحصل فراكشر للبون ده مين اللي عرضة انه يحصل له انجري؟ المنجر الارض. أيوه. بيحصل بليدنج بيعمل ايه؟ هيماتوما او في بليدنج فوق تحت السكال
فوق البرين. دي حاجه خطر لازم خاص لنا. خاص لنا ازاي؟ لو جه الدكتور كده الشاطر يروح فاتح فتحه دي يفتح هنا عند الثيريوم يفتح ويشيل البونه الصغيره ويعمل سكشن للبلط لو في ارتري صغيره فبيسموها تريفاين اوبريشن. انا كان ليه صاحبي كان عامل عمليه هو صغير يعني كان عنده منطقه باستمرار خلاص البونه مش هترجع تاني مش هترجع صغير مش هترجعها تاني. خد المكان ده مفتوح مش مفتوح تحط ايدك عليه مفيش سكال مفيش سكال مسلز وفاشيا وسكين وخلاص. ان هو كان حصل له مشكله دي ففتح المكان ده عمل سكشن بتغطى بايش انا فتحت هنا مسلز سكين ومسلز وفاشيا خدت البول شلتها بيضه صغيره يعني مش كبيره وخدت منها سحبت البطن وقفلت السكين فيها البوم مش هيز... يعني البوم بتاع السكال ده مش هحطه بقى واجفسه تمام اسمها الايه التيريوم. المنطقه دي اسمها ايه الارش ده زيجوماتيك ارش. لما نكسر الزيجوماتيك ارش واشيل الريوس اوف مانجو اخش جوه ايه انفرا تيمبرفوس اللي هي زي اللي هي زي دي كسرت زيجوماتيك ارش خرط المانجو دخلت هنا فين انفرا تيمبرفوس. الانفرانفوس عامة بالظبط كده زي بيت كبير وجواه قوة صغيرة اوضة. انا يعني دخلت جوه البيت وفي اوضة تانية صغيرة. القوة الصغيرة ليها باب القوة الصغيرة مزنوقة ما بين ايه؟ ما بين المجزل ده وبين التريجويد بروسيس شايفين بتاع الرجل بتاع الشفراشة خلاص؟ السبيس دوت السبيس ده عامل البوابة بس هي البوابة اسمها التريجو ماكزيلاري فيشر. البوابه اللي هي دي ما بين التريجويد بروسيس والمازيلاري بول سميتها ايه؟ تيريجو ماكزيلاري فيشن تمام؟ طب لما اخش جوه الاوضه بقى الاوضه دي جوه اسمها ايه؟ اسمها تيريجو باتانفوس. انا عندي في فصه كبيره اسمها انفرتيبر فصة من داخلها فصه صغيره اسمها تيريجو باتانفوس. البوابه اللي بينهم اسمها ايه؟ تيريجو ماكزيلاري فيشن هي شكلها زي المثلث اسمها تيريجو ماكزيلاري فيشن. دي مش هتبان الا واحنا هنشوفها على سكالو دلوقتي عشان تبان كويس قوي لازم نكسر الزيجوماتيك ارش وشيل المانديبول وادخل جوه هنا. طيب النورما الثالثه بقى نركز شويه مع بعض صح صح دي بتيجي فيها الامتحانات. النورما الثالثه الخامسه الاخيره هي اسمها نورما بيزاس البيز بتاع السكالو. البيز بتاع السكالو بقى عشان اسهل نسهل وصفه بنقسمه 3 بارت. انتيريور بارت عندي اثنين بون بيعملوه جزء من الماكسيلاري بون وجزء من البلاتاين بون يعملوا مع بعض حاجه اسمها ايه؟ الهارد بلت. الهارد بلت اللي هو سقف الحلق اللي هو المنطقه دي ده اسمه الهارد بلت تمام؟ هنلاقي في الهارد بلت 3 فورامين في فورامين واحد بس قدام اهو اسمه اوضه اثنين انسيسيف فورامين ان هو تورا انسيسور انسيسور تيز وفي فورمن كده صغير كبير وراه ده جريتر باراتاين فورمن وده ليسر باراتاين الكبير والصغير لان هم موجودين في الباراتاين بون فسميتهم ايه؟ جريتر باراتاين فورمن وليسر باراتاين فورمن. الانتيريور بارت عباره عن الماكسيلاري بون والباراتاين بون عملوا مع بعض الهارد بلد و3 فورمن انسيسور فورمن جريتر باراتاين ليسر باراتاين سهله خالص دي مفيهاش حاجه. طبعا الفرامل تبقوا حافظين كويس قوي ايه اللي بيعدي فيه نظرا يعني ايه الفيس فورم اللي عندي فيه بيعدي فيه جريتر باراتاين ارت اللي هو زي الجدول ده يعني بس انتوا عندكم الكلام ده المفروض خدتوه او تاخدوا محاضره بس ده حفظ نظر كويس كل فرامل بيعدي فيه ايه. طب الميدل بارت الاصعب بارت الميدل بارت فيها اربعه بوم متكونه هناخد اسميهم بسرعه بس ادي البومه حاجه اسمها البومه خلاص وجزء من السيبتال بون اسمه بازلر بارت سيبتال بون وجزء من السفينويد بون مين بقى هنا؟ جريتر وين؟ اهي نفس المنظر اهو بس انا من تحت بقى جريتر وين؟ وجزء من التمبرال بون اسمه البتراس بارت اوف تمبرال بتراس بارت نعم تاني انا عندي هنا اربعه بون بيعملوا المنطقه دي لا الاخير هذا التمبرال ده الفومر اوكسيبتال بون او بازلر بارت اوكسيبتال بون جريتر وينج وسفينويد واللي اسمه بيتراس بارت اوف تمبرال بون. في عندي بقى فرامل هنا مهمه جدا
خمسة فوق يلخبطوا، بس احنا عارف طريقة ما نلخبطش. مفتاح الفرامل ده شكل من اشكال الفرامل اسمه شكل الاوفال شيب، اسمه فرامل اوفال. فرامل اوفال ده اللي بيعدي فيه المانديبولار نيرف. فرامل اوفال في شكل الاوفال هنا ده الفرامل اوفال، وراه على طول فرامل صغير اسمه فرامل سباينوس. يبقى اول ادور على مين؟ على الاوفال شيب ده الاوفال، وراه السباينوزا. طب يمين الاوفال مين؟ لاسرم او ميديا الاوفال. بقى ميديا الاوفال لاسرم، يبقى ده اوفال لاسرم وراه سباينوزا ده لاسرم. طبعا كل اسم ليه معنى. لاسرم من الورب بتاعه مش الريجولر لاسريتد. سباينوزا من في حاجه اسمها سباينوسفينويد هنا. طيب ارجع ورا شويه ورا السباينوزا والاقي فيه كنال اسمها كاروتيد كنال. السمك دي كده بيعدي فيها الانترنال كاروتيد. وراهم الاقي فيه بروسيس اسمه ستايلويد بروسيس، وده اسمه ايه؟ ماستويد. في ماستويد وستايلويد، بينهم فورامين اسمه ستايلو ماستويد فورامين. بنعدي كده خمسه فورامين اهو. اول واحد ده اوفال وراه سباينوزا ميديالي لاسرم. ورا السباينوزا في مين؟ كاروتيد كانال. ورا الكاروتيد كانال في ستيلو ماستويد ستايلويد بروسيس. ورا البروسيس ماستويد بروسيس بينهم ستايلو ماستويد. يبقى انا كده ما انساهمش، ندور على الاوفال وابدا بقى ورا الاوفال ميديا الاوفال ورا السباينوزا ده في ستايلو بروسيس ورا ماستويد بينهم ستايلو ماستويد. طبعا نفس الفكره زي ما قلنا اي فورمن لازم نعرف اللي بيعدي فيه كويس. اخر جزء بقى من اللوما اوكسيبيتاليز اللي هو البوستيريور بارت. البوستيريور بارت اللي هو الجزء اللي ورا ده. البوستيريور بارت عباره عن ايه؟ عباره عن جزئين من البون. الجزء بتاع الماستر بروسيس اللي هو ده وبقيه الاوكسيبيتاليز. وعندي هنا فور فورامينا. اثنين لارج واثنين صغيرين. الاثنين اللارج واحد اهو كبير اسمه فورامين ماجنوم اكبر واحد في السكان. واحد تاني اللي هو ده اسمه جاجولار فورامين. اللي هي شكله عامل زي شكله عامل كده داخل على جوه كانوا كده. لا اللي داخل جوه كده هتشوفه على السكان. هتشوفه. يبقى عندي اثنين كبار ادي واحد اهو جاجولار فورامين. ولا كروت كلار عشان الكلام شفناها وراها جاجولار فور. سميناها كده ليه؟ لانه بيعدي فيه الانتاج جاجولار فين. خلاص يبقى ده اسمه الفورومين ماجنم وده جاجولار فورومين. واثنين صغيرين. المنطقه دي اللي حوالين جاجولار فورومين ماجنم اسمها اوكسيبيتال كوندايل. اوكسيبيتال كوندايل. الكوندايل دي في فورومين قدامها وفورومين وراها. اللي قدامه سميه الانتيريور كوندايل فورومين. واللي وراه بوستيريور كوندايل. اثنين صغيرين. والانتيريور كوندايل ده اللي بيعدي فيه نيرف مهم جدا اسمه الهايبروبلاسال نيرف اللي هو الحاجه الثانيه قال لنا بنحرك بيه ثاني دلوقتي بتكلم بيه الحاجه اللي مصر بتطنش كلنا. فسميت المكان ده هايبروبلاسال كانال. يبقى الانتيريور كوندايل فورمين او الهايبروبلاسال كانال. اللي عندي هنا في البوستيريور بارت فور فورمين ده فورم ماجنم وورا كوندايل كانال في مين؟ جاجولار فورمين. وعندي اثنين سمول فورمين واحد انتيريور واحد بوستيريور كوندايلر فورم. والانتيريور ده لان هو بيعدي فيه الهايبوجلوستال نيرف سميته ايه؟ الهايبوجلوستال نيرف. يجمع كده الفورامنا بتاعت البيزالس ثلاثه قدام انتيزا فورمت جريتا باراتاين اسا باراتاين خمسه في الميدل بار اوفال سباينوزا بلاسرس كاروتيد ستايلوماستويد واربعه في البوستيريور بار ماجنم جاجولار انتيريور وبوستيريور كوندايل. وش لازم في الماجنم الكبير؟ اللي هو الاصبع فيه ده. اي بس وش فيه يعني؟ في بقى ايه ده بيعدي فيه سباين. عارف سباينال كورد؟ بيبدا من هنا. برين السن بينتهي ويبدا سباينال كورد وحواليه بقى الديورا والمنجيز كلها وحواليه بقى بيزنس فمكان كبير. لازم بقى يعدي فيه سباينال كورد يبعدي براحته. دكتور البوستيريور كوندايل كوندايل فورمين وش يعدي منه؟ الميشيري فين. سوري الميشيري فين. الميشيري فين واحد من الاصل مش فين مش واحد بس
مجموعة من المشرقين أو أحد فيه قاعد يعني أنا أحفظ بس الأنتينو هاي بقلصة بس واضح؟ نشوف بقى الكلام ده على السبال اللي قدامنا مجموعتين زي ما عملنا بس عندهم يده خط اللي غير وكلام سهل واهم حاجه الفرامل الاول كده ادي النورم اوكسيبيتاليز ادي الفرنتال بون التوب رايتال بون اوكسيبيتال بون ده كورونا سوتشر ده لمبلان سوتشر سانجيتال سوتشر المكان ده البريجما المكان ده لمب يبقى هنا لما احط هنا كده اسمها بريجما اسمها لمب خلاص لامدا طيب البي سايد الاوكسيبتال بارت او اوكسيبتال دوم اوكسيبتاليز ادي ادي التوب رايتال بون اللي هنا اوضح دي التوب رايتال بون اهم اوكسيبتال بون شايفين البروز ده اكستن اوكسيبتال كريست واللاين ده اكستن ده البروسوبرانس معلش هذا كريست ده الاكستن اوكسيبتال وده اكستن اوكسيبتال كريست طلع من عند اللاين اهو سوبيريور نيوكال لاين واللي تحت واللي ده inferior وهنا الهايست تمام يبقى ادي الاكسترنال اوكسيبتال بروتوبرانس اكسترنال اوكسيبتال كريست ده السوبيريور نيوكال لاين اللي طالع عند من البروتوبرانس اللي طالع من الكريست inferior اللي فوقهم هايست طيب نشوف بقى السكال اللي هي النورمال نشوف شكلها احسن شويه شايفين ادي ادي الكريست اهي مش مشكلة خلاص أيوة. في واحدة بنينا كذا صغيرة خالص تصير هنا الصبور الصبور في الجيوب جبنة بس ممكن والله لا عندك حق برافو عليك أحمد ما شاء الله نشوف كده ادي شايفين المنظر ده الاكستريم سوبتال كريست البروتوبرانس اهو وادي الكريست تمام وده ادي السوبيريور نيوكال لاين وده الانفيريور نيوكال لاين وده الهايست ده مكان الهايست لو موجود طبعا المهم بالنسبه لنا السوبيريور والانفيريور يعني بعض المرات ما يكون موجود غالبا مش موجود الهايست تلاقي الناس اللي هم الافارقه بقى اللي هو سكال صعبه تلاقي سكال هارد تلاقي بين الفيشه صعبه باينه من السكال شوف كده دماغ صامويل قطه تلاقي كل حاجه طالعه لوحدها تمام طيب نشوف بقى النورما ايه لاترالز لاترالز اللي احنا قلنا عليها شايفين ادي بون برايتال فرنتال سكويموس بارت اوف تيمبرال وادي مين دي جريتر بيندر سفينويد اتش شيب اهي انتيريور نشوفها هنا كده اوضح بس مبرر فيها على دي ادي الفرنتال بون ادي ادي البرايتال بون فرنتال بون تيمبرال بون اسمه شايفين اتش شيب اهي التيريون لما احط كده علامه كده اقول لك ايه اسم المكان ده تيريون ايه اللي بيعمل التيريون الاربعه بومبا طيب ومين ده سيجوماتيك ارش طيب لما انا بقى تخيلت ان انا هكسر هشيل الماندبل وشلت السيجوماتيك ارش شايفين دي كده المنطقه دي اسمها الانفراتيمبرال فوس تمام ادي المجزلة وادي الايه التريجوي بروسيس الرجلين بتوع ال شايفين الفراشة اللي قلناها من شويه الرجلين اهي ده جريتر والليسر من جوه والبودي البودي هو ده البودي وادي الجريتر الباين ده والليسر من جوه وادي التريجوي بروسيس نقول بقى تاني ادي المجزلة باك اوف مجزلة وادي مين التريجوي بروسيس شايفين المثلث ده دوابة التيرجو ماكسيلاري فيشر لما اخد كده جوه انا فين دلوقتي في التيرجو باتاين فص ما دي فصه وين الفصه الثانيه شايف الفصه الداخليه دي ادي الفصه الخارجيه دي الداخليه اسمها التيرجو بالاتاين فص والفصه الخارجيه اسمها ايه تيرجو ماكسيلاري ده انفراتيمبرال فصه بينهم البوابه اللي هي مين التيرجو ماكسيلاري فيشر مين بيعدي بقى هنا
الماكسيلري ارتر. الماكسيلري ارتر اللي شفناه من شويه بعد ما يعدي الفصه ينتهي بقى خلص واجبه ادى برانشز لكل حته عايز يخش ينام فينام هنا يدخل هنا في الترجو بطن فص. بس يبقى انا لف الاجزام قلت لك عملت المعلمه دي قلت اسمه ايه المكان ده؟ تقول لي الترجو ماكسيلري ترجو بلاتاين فص. مش الفشل الفشل مش عارف اعلمه اما الفورسبس جوه دي الترجو بلاتاين فص. ايه الارت اللي موجود هنا؟ ماكسيلري. نشوف بقى اخر حاجه اللي هي ايه النورما بيزالس هي اصعب حاجه يعني. ما في كل النورماس ما في ما فيها الفورمز ممكن الفورمز ما فيها كلها بس يعني ده مش حقيقي بس فيها الاهم المهمين يعني اول حاجه ده في الفورم خلاص شايفين ده جريتر وهنا مكان الليسر يعني ده الجريتر هم اتنين الليسر صح ما كل حاجه اتنينات ما عدا الماجنا الليسر اربعه لا لسه اتنين واحد هنا واحد هنا اثنين هنا اثنين ممكن يبقى اثنين ممكن اصلا صغيرين فممكن واحد او اثنين بس عندي انسيسف فورم هنا اهو ده جريتر بلاتاين لسه بلاتاين مش مهمين قوي المهمين بقى اللي جايبه ادور على شكله اوفل فين شكله اوفل هنا اوفل يبقى وراه مين سباينوزم ميديا اليمين لاسرم اهو ادي الاوفل فورم الاوفال وراه سباينوزم ميديالي لاسرم وراهم في كنال اهي اسمها ايه دي كاروتيد كنال ورا الكنال في ايه ستايلويد بروسيس وده ماستويد بينهم فورم هذا يشتسمى ده اسمه ستايلويد بروسيس وده ماستويد بروسيس وبينهم ستايلو ماستويد فورم تاني ادي هنشوف يعني الناحيه الثانيه بقى ادي الفورم الاوفال وراه كده سباينوزا ميديالي لاسرم طب ورا السباينوزا في كنال اهي اسمها كاروتيد كنال وراها ستايلويد بروسيس ماستويد بروسيس بينهم ستايلو ماستويد فورم كلام سهل شفت نفس الترتيب كده مش هتلخبط خالص طيب ارجع ورا خالص بقى الاقي في فورم كبير اهو ماجنم اهو كبير مين بقى ورا كاروتيد كنال ادي كاروتيد كنال اهي فين وراها مين؟ الجاكولر وين الجاكولر؟ ده كروت الكنال وراها الجاكولر ده كروت الكنال اهو ايوه وراها ده الجاكولر ايوه هنا واضح فوق مفتوح شويه وعندي اثنين فورامنا واحد فورامن اهو المفروض ده مكان فورامن اللي هو البوستيريور كوندايلا فورامن وقدام هنا انتيريور كوندايلا او مين؟ او الهايبوجلوسال كنال يعني نشوف كده على عينه ثانيه هذه واضحه هنا برضه ادي كده الاثنين دول بوستيرير كوندايل والاثنين دول انتيرير كوندايل اللي هو اسمه هايبوجلوسال كانال وده ماجنا فين بقى الجاكولر ما تلخبطش ادور على الكاروتيد ورا الكاروتيد كانال هترجع للجاكولر هو اكبر حاجه صح بعد الماجنا اكبر حاجه بعد ما شكله عامل كده ثلاثه بارتس في ستراكشر بتاعتي في الانتيرير بارت هذا كاروتيد ستراكشر في الميدل بارت في البوستيرير بارت كاروتيد ولا كاروتيد؟ كاروتيد يبقى اللي ورا ده الجاكولر واضح؟ سهل السكال بس اهم حاجه تحاولوا تقيد باستمرار تذكروها يعني دكتور؟ لا محاضرة خمس خدنا اكثر ماما انا بدي بس الفيجن يعني مطلوب معنا يعني مطور فيجن لا انا بدي الفيجن الحاجات المهمه بس يعني موست امبورتنت المحاضره طبعا مطلوب كل اللي فيها الديتيلز اللي خدتوها مهمه بس انا بقول ايه يعني مره الديتيلز اللي براكت سكال خدنا لاب سكال ما طبعا انا مش بعمل حاجه جديده انا بس ايه بنقي الحاجات اللي هي الموست امبورتنت ركز عليها دكتور على كلامك ترى ما اخذنا الانوفيشن يعني مثلا الماسكيشن مسلز ذكرها الدكتور يعني عشان يذكر ايش الموجود في الانفراتيمبرال فوسا خلاص ذكر اكشن ذكر ثلاثه ما قالش اكشن لا ذكر ثلاثه قال اكسبت والله بص انا 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 هرجع للاوبجكتيفز قد يكون الاوبجكتيف اللي عندكم ما فيهاش اكشن من كده
انا مش فاكر مش بتاعت المصحف ده هرجع لها لو فيها كده بقى نقولها لكم يعني شكرا اصل المجموعه الثانيه بقى يعني بس ناخد الغياب ناخد الناس يا خلصنا الفضل هشوف بس انا مش مع الثانيه مين ولا كده طيب جيب على الروح ما تكسر والله جيب بس صور انا مش المجموعه الثانيه لكن الاغلى خدها تنس تاكل اي انت يلا يا شباب لكن الاغلى دكتور حسب ما يجي الساعه كل الناس يقولون ترى كل الناس يقولون ينظرون ان كنت خربت على لو في حاجه مش باينه كويس عايز اجيبها على الـ على الـ على البول على المودل على المودل اجيبها بس احنا نفضل طبعا حاضر الريل يعني 8 9 10 12 13 حاضر 14 15 16 17 18 19 20 هذا المجلري ارتري هذا السوق هذا اللي جنب المندبل هذا اسمه في القلب لك هذا دكتور هذا اللي هذا اسمه الانفيريور الفولا على اعتبار انه بجنب المندبل واللي بالنص جاي على كذا اللينجوال فوق لفوقيه اللي فيه وعلى فوقيه وعلى طول فوق فوق اعلى منه اعلى منه سوبيريو اي حاجه شوفه واضح وين هذا ايه الانفيريور المجموعه الثانيه فين يا شباب انفيريور او انفيريور انفيريور او انفيريور انفير اللي فوق شو اسمه اللي فوق هذا ايه اسمه اللينجوال لينجوال مزبوط حاضر حاضر 45 زي ما قلنا كده اول نورما اللي هي النورما خلصتها لسه فيرتيكاليز خلاص الفيرتيكاليز البون دي فرونتال بون الاثنين دول رايتال واللي ورا اوكسيبيتال بون الفرونتال بون ادي ده سوتشر اسمه ايه كرونر طيب وده هذا اللامدويد لامدويد وده ساجيتال يبقى ده كرونر سوتشر لامدويد سوتشر ساجيتال سوتشر ما بين اللامدويد وما بين الكرونر والساجيتال في المنطقه دي اسمها ايه البريجما كان عليها مارك قبل كده ايوه بريجما وما بين اللامدويد والسيجيتال لامدا يبقى دي البريجما لامدا وادي اللامدا خلاص ده اللي يهمنا في النورما فيرتيكاليز النورما اوكسيبيتاليز نشوف كده عندنا ايه ادي الكتوب رايتال بون اوكسيبيتال بون المكان ده اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس تمام وده اللاين ده نازله البارز اسمه اكسترنال اوكسيبيتال كريست يبقى ده بروتوبرانس ده كريست بيقطع بروتوبرانس تو لاينز اسمه سوبيريو نيوكال لاين ومن تحت من الميدل بارت من الكريست انفيريو نيوكال لاين ده سوبيريو نيوكال لاين وده انفيريو نيوكال لاين في بعض الاحيان في هنا في يمين هايست نيوكال لاين امال مين ده هذا الماستويد بروسس ماستويد بروسس وين الماستويد تمام يبقى ادي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس اكسترنال اوكسيبيتال كريست سوبيريو نيوكال لاين وايه انفيريو نيوكال لاين وده هايست طبعا هذا بعض الناس في عندهم الهايست بعض الناس لا النورمال لاتراليز دي اهمهم يمكن النورمال فرونتاليز ما قلتش زمانكم بس هي سهله يعني هي كل اللي فيها فرونتال بون التو نيزال بون اهم ادي ماكسيلا زيجوماتيك الفورامين ده انفرا اوربيتال فورامين والنوتش ده سوبر اوربيتال نوتش بس ادي بقى دي الفرونتال بون تو نيزل بون تو ماكسيلاري بون زيجوماتيك بون والانفرا اوربيتال فورامين والسوبرا اوربيتال فورامين نوتش لو اقول السوبرا اوربيتال فورامين يمشي الحال يمشي الحال بس احنا هو خليني اجيب من الفورامين ادق يعني حسب شكل مش مشكله صح دي صح ولا صح اوكي طيب نشوف بقى النورمال ترايز زي ما قلنا كده ده زيجوماتيك ارش الاربعه بون ادي البون دي برايتال بون فرونتال بون سكويموس بارت اوف تمبرال بون ودي سفنويد الجيتر سفنويد اتش شيب بقى فين هنا اوضح اتش شيب اهي
اسمها التريون. الالتقاء التقاء السوتشز البون مع بعضها. الاسفينويد بون مع مع تيمبرال البون مع برايت البون مع فرانت البون في المنطقه دي اسمها التريون. التقاء الاربعه مع بعض تمام اسمها التريون. يبقى التريون ده فرانتال التقاء الفرانتال بون مع البرايت البون مع التيمبرال البون مع الاسفينويد بون اسمها التريون. طيب امال بقى فين المكان اللي هو اسمه الترجو ماكسيلاري فوسا او فوسا؟ المكان ده اسمه الانفرا تيمبرال فوسا تحت التيمبرال تحت من اسمه زيجماتيك ارش. الانفرا فوسا زي ما قلنا غرفه وخلال غرفه ثانيه في باب بينهم بقى. الباب اهو ادي المجزله ادي المجزله وادي التريجوي بروسيس. شايفين في المنظر قدام شويه ده الرجلين بتاع الفراشه الوينج اهي دي الوينج ودي الرجلين بتاع الفراشه. فنشوف كده ادي ده التريجوي بروسيس وده التريجوي بليت وده اسمه المجزله الاولى. الفيشر ده او المثلث ده اهو واضحه هنا اكتر اسمه التريجو ماكسيلاري فيشر. ده الباب اللي هيدخلني جوه الفصه. الفصه دي اسمها التريجو باتاين فص. يبقى دي الفصه الكبيره اسمها الانفرا تيمبرال فص ودي الفصه الصغيره التريجو باتاين. بالظبط كده. تخيل كده مثلا داخل انت يعني دوار كبير او يعني بيت كبير وفي غرفه صغيره. الغرفه الصغيره دي هي التريجو باتاين فص. هي دي. مين بقى اللي بيخش جوه الغرفه الصغيره دي؟ ماكسيلاري ارت. ماكسيلاري ارت. ماكسيلاري ارت شفناه العينات دي بعد ما يخلص بعد ما يدي برانشز هنا يخش بقى ايه المبيد بتاعه. المبيد بتاعه هو ده التريجو باتاين فص. الغرفه هذه كامله تسمى الانفرا تيمبرال فص. الانفرا فص الكبير على بعضها. وفي منها بالظبط كده زي ما كنا الغرفه احنا فيها دي. شايف الباب ده؟ بنخالف على التريجو باتاين فص. الباب ده اسمه التريجو ماكسيلاري فيشر. هذه هي المقصود بها هذه كامله ولا ايه؟ بص الانفرا تيمبرال فص كل المنطقه دي كل هذه المنطقه. ايوه هنا بقى المكان ده التريجو باتاين فص. نفس الفكره برضه يعني كل المنطقه ديت اسمها الانفرا تيمبرال فص. المكان الصغير ده اسمه التريجو باتاين فص. التريجو باتاين فص والبوابه اللي هي دي تريجو ماكسيلاري فيشر. مين هنا بيخش هنا؟ لو جيت في الاكزام حطيتك المارك هنا وقلت لك اسمه ايه المكان ده تقول لي التريجو باتاين فص. ايه الارت اللي بيمشي فيه؟ المجزله. يعني طيب في انت تقول دكتور في داخل المثلث في شيء. ما هو داخل اي هذا لا لا في تريجو باتاين فص وفي ما هي الفصه الداخله بتاعتها اسمها فيشر. تريجو ماكسيلاري فيشر وبين أيوة. تريجويد بليت والمجزله المثلث ده. ايوه المثلث دي الداخله اللي داخلي الباب اسمه الفيشر. اما جوه الفصه خلاص اوكي. الباب يعني باب غرفه باب فيشر جوه فصه غرفه عشان الفصه واضح. طيب نشوف بقى ايه الفورامينا الموجوده في النوم بزاكس. ادي الفورامينا اللي قدام ده انفيسيف فورامينا واثنين واحد ده جريتر براتاين والصغير لسه براتاين. انفيسيف فورامينا جريتر براتاين لسه براتاين. كلام سهل جميل. طيب نرجع لورا بقى. المهم قوي هنا ركز مع بعض فين اللي شكله اوفال اهو ده الفورامين اوفال وينه اوفال طلع شكله اوفال فين اوفال جميل. ورا الاوفال فورامين صغير سباينوزم. يبقى ورا الاوفال سباينوزم. ميديا للاوفال اللي هو لاسرم. يبقى الاوفال وراه سباينوزم ميديا ليه لاسرم. طب ورا السباينوزم في كنال اهي كاروتيد كنال جميل. ورا الكنال في ستايلويد بروسيس هو ده. وراه ماستويد بروسيس. بينهم الفورامين ده ستايلو ماستويد بروسيس ستايلو ماستويد فورم تغلط. نقول تاني ادي الفورامين اوفال وراه سباينوزم ميديالي لاسيرام. ورا السباينوزم كاروتيد كنال اهي تمام. ادي السباينوزم هو صغير اهو ورا كاروتيد كنال. ايوه هذا كاروتيد هذه طيب ورا كاروتيد كنال في ماستويد ستايلويد بروسيس وبعدين ماستويد بروسيس بينهم فورامين اهو ستايلوماستويد فورامين ستايلوماستويد فورامين. يبقى تاني ادي الفورامين اوفال سباينوزم لاسرم كاروتيد كنال
ستايلويد بروسيس ماستويد بروسيس تايلو ماستويد فورم. طب الجزء البوستيريور بارت بقى عندي اثنين كبار اثنين صغيرين. الاثنين الكبار اللي هم دول اول واحد ده الماجنم ماجنم. طب الكبير الثاني فين كورد الكنال؟ الجوجلر هذا كورد الكنال اهي وراه على طول الجوجلر جوجلر فورم جوجلر فورم اهو ادي كورد الكنال اهي كورد الكنال بوستيريور ليها على طول ده جوجلر فورم من ورا ده ثاني واحد اكبر يعني هم اثنين اكبر واحد خالص الماجنم في كل الفورامينا بعدهم الجوجلر فورم. طيب في عندنا اثنين صغيرين مين هم الاثنين الصغيرين دول بقى اللي هو الهايبوغلوسا واحد جاي من ورا اسمه بوستيريور كوندايلر وقدامه انتيريور كوندايلر انتيريور كوندايلر انتيريور كوندايلر ده اهمهم اللي هو بيعدي فيه الهايبوغلوسا النير ده الانتيريور كوندايلر وده البوستيريور كوندايلر واضح. نقول تاني ادي الانتيريور كوندايلر وده البوستيريور كوندايلر الانتيريور كوندايلر بيعدي فيه الهايبوغلوسا النير اللي هو ده. امال مين ده؟ ماجنم. مين ده؟ جاجولر. ما كان فين الجاجولر ده؟ ورا كروت الكنال. يبقى بالترتيب تاني من قدام انسيسيف وبعدين جريتر بلاتين نسر بلاتين ادو على الاوفال اوفال شيف فورم الاوفال وراه سباينوزا ميديالي لاسرم لاسرم ورا السباينوزا ملاقي فيه كروت الكنال كروت الكنال خلاص. وبعدين وراها ستايلويد بروسيس ماستويد بروسيس بينهم ستايلو ماستويد فورم ده الكبير ده فورم ماجنم. الكبير التاني اللي ورا مين؟ ورا كرة الكنال الجاجولر وده البوستيريور كوندايلر واللي قدام ده انتيريور كوندايلر ما قصرت دكتور الانتيريور كوندايلر اللي هو اسمه واسمه هايبوغلوسا الكنال هايبوغلوسا الكنال بيمشي فيه الهايبوغلوسا النير او تقدر تقول اللي يمشي فيها النيرف الثاني عشر اختصار يعني بدل ما تقول الاسم هو هو الثاني عشر دكتور بحسب ولا الثاني عشر خلاص يا شباب طيب يعطيك العافيه دكتور ما قصر ترى نحاس التصوير الله كبير كبير الله خلاص عاد دكتور سربين كيف كويس سناتكم